مبادرة خدمتكم سعادة جاءت لتعطي رسائل شكر امتنان وعرفان لخط دفاعنا الأول من الكادر الطبي ومن الميدان من الشرطة المجتمعية. هذا إلى جانب أن هذه المبادرة ساهمت في تعزيز روح التعاون ما بين والتلاحم المجتمعي ما بين المجتمع وأيضا المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات في مواجهة جائحة كورونا كوفيد-19. بداية مبادرتنا هي اسمها خدمتكم سعادة لخط دفاعنا الأول. طبعا أنتم كنتوا الجيش الأبيض اللي موجود في الميدان في مكافحة جائحة كورونا كوفيد-19، والحمد لله أفراد كثير شاركوا في المجتمع في هذه المبادرة بالإضافة إلى مشاركات من خارج الدولة. ونقول لكم شكرا جزيلا، ما قصرتوا وإن شاء الله تعالى بتعدي وإحنا أقوى في وطننا دولة الإمارات العربية المتحدة. معكم شيخة السويدي مدير مركز سعادة المتعاملين مستشفى الكويت الشارجة، بس حبيت أشكر المجتمع على جهوده المبذولة بالتعاون مع جمعية الشارجة الخيرية لتقدير جهود خط الدفاع الأول. شكرا. نشكر جمعية الشارجة الخيرية على المبادرة الكريمة. صراحة المبادرات هاي اللي شفناها من الجمعية ومن غير جهات خلتنا جدا سعداء وحسستنا يعني خط دفاع أول متواجدين في المستشفيات إن المجتمع كامل داعم لنا وإن المجتمع كامل حاس بالجهد اللي يبذله خط الدفاع الأول. شكرا لكم جمعية الشارجة الخيرية، شكرا لكم دولة الإمارات، شكرا للجميع. الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية ضمان الاستعداد والجاهزية في الأحداث والأزمات، وفي ظل الإجراءات الاحترازية للقيادة العامة لشرطة الشارجة في التوعية ضد مخاطر فيروس كورونا، ارتأت القيادة العامة لشرطة الشارجة بالتعاون مع وزارة الصحة عمل خيمة ميدانية في مركز أكسبو الشارجة لعمل الفحوصات اليومية. تجاوزنا في يوم أمس تقريباً 13,000 فاحص لجميع الجنسيات ولجميع قاطنين إمارة الشارجة. طبعاً دور القيادة العامة لشرطة الشارجة في موقع الفحص إجراءات التنظيم وتقديم النص والإرشاد لكل الزائرين لهذا الموقع، بالإضافة إلى يعني توعية إجراءات التباعد الاجتماعي وتنظيم دخول وخروج جميع الفاحصين. نشكر وزارة الصحة على هذا التعاون، ونسعى دائما نحن في القيادة العامة لشرطة الشارجة أن نكون ضمن الصفوف الأولى للدفاع ضد أخطار وباء فيروس كورونا المستجد. أنا سعيدة اليوم جدا بمشاركتي بتوزيع دعامات بمشاركة الدكتورة هنادي السويدي على خط دفاعنا الأول بخيمة إكسبو. طبعا مشاركتي كانت بعمل إلاستيك وفخية الأزرار على أساس أنه نكون عملنا إلاستيك وعملنا كروشيه، ودخلوا معنا أكبر عدد من المشتركين يعني من المجتمع.